رعى قدس الأب بطرس حجازيا، راعي كنيسة القديس بطرس الرسول في جبيهة التابعة للعاصمة عمان، احتفال روضة لاتين جبيهة بتخريج الفوج 29 من تلاميذها. وبدورها أشادت مديرة المدرسة فادية سمارنة خلال الاحتفال الذي حضره أهالي التلاميذ بالإنجاز الذي تحقق في المدرسة من خلال التعليم عن بعد وتعاون الأهالي مع إدارة الروضة والمعلمات، مما يؤكد أن الأردن أصبح يعد من الدول المتقدمة في هذا المجال. وفي ختام الاحتفال سلم الأب حجازين الشهادات لأطفال الروضة وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم. سند جوينات.